فیلم تورن باک تو رود در اینانا نوزاد شیخانی هست رنجبان آلمانی البجار هانوور اتیه نمایش کرن او فیلم هان اجمار که برچاو له هنرمند و تماشابان این خلق بجار دید آمده بوند نمایش دا ابر همه سینمایی حتانی نها چندین خلات این فستیوال این او دولتی بدست خستنه چندین بجار این آلمانی او فیلم هاتیه نمایش کرن فيلم تورن إيروكا الأستور جراند سينما أبا جارا إيكيا كو فيلم تورن بيت عرض كرن البيش جموركي ومدفيا كو أم راسيجي الألمانية دس بكين فيلم تورن وبشتي كو أم دس بكين يعني كو أم سينما هانوفر بخلاص بكين أن سينما ألماني أم بتشين بو ولاتيخو ولاتيخو جي أم فيلمي أم عرض بكين بلا خلكي ما جي ببينت فيلم تورن هلبت ما قالك بجداري فيلم فيستيفال كر وقال خلاجي ستاندن وجا نزبت بوما جرينجيا خلاتا كو فيلمك يسركفتيا ايروكا اسيفيت كام كو وقتي فيلم خلاص بت بدلي بينربت ابرازي بونا وان بت افجي بومن نجاحتك مظنة When we started shooting this film, we believed in our project. I believed in Nazar because he always sends the audience a very important message. قصة الفيلم وتفاصيله يمكن أعرف بها قبل سنوات، أكيد ما أعرف اللي راح يظهر للجمهور، لكن هذا التعب الكبير اللي عمله الأستاذ نوزاد شيخاني ابتداء من فكرة الفيلم والعمل عليه وإنتاجه وتسويقه، كنت حاضر بكثير تفاصيل معه، لكن للأمانة انتظرت أن يخرج للعلن. وأول خروجه كان في المهرجانات الدولية والعالمية وكل يوم كان يزداد عندي الشغف بأن أشوف هذا الفيلم اللي أينما حل تقريبا كان يعني يحوز على إعجاب النقاد ويحصل على الجوائز في أي مكان يحل به الفيلم. فيلم تورن ما كانت مشاركة بمهرجانة كريا اجبربو كو مساجة ما بلافبت الدرياي ووقتي تورن جي خلاط ستاندن يا ما نمعنا ويكو ام فيلمي تشيت كين دا ام خلاطة بصين ام فيلمي تشيت كين دا رسالة ملتكي ام بقينا خلكي بس ايروكا براس ايروكا روجكا خاصة بومن يعني كانت ما مشاركة بمهرجانة كريا او احساسا نقاشت منها كوكي ايرو شنقو أو مشاركات لجنة تحكيمية وهاي وناقدة سينمائية ويتهين بس إله جمهوره جمهور قوتها بصراحة ننتظر بفارغ الصبر نشوف هذا الفيلم وما أعرف يعني كنا نحسبه يوم يوم على عرض الفيلم يعني توقعاتك للفيلم شو راح يكون؟ أنا شفت يعني مقدمة من هذا الفيلم كلش رائع وإن شاء الله راح يعجب الكل منهم إن شاء الله.
هيفر بخير ونقلقلك بخيراتن. تشتهري رئيسي كو فيلم بدلي وابت قالك مهرجان ما مشاركة كر الدنياي وخلاجي مصطاندن ما رسالة فيلم يجي ما قهاندا دنياي بس إيروكا عرضة رئيسي بريميراوي يا خلق يا جمهور اشهري دس بيت كات برويك الشك دي تناوى بو فيلمي بو من قالك مهمة واسيبين كم أبسر من دي أم بشتي فيلمي أم خلاص بي. مساء الخير، شكرا جزيلا لحضوركم. هذا شرف كبير إلي والفريق العمل أنه أنتم اليوم تحضرون العرض الجماهيري الأول لفيلم تورن. فيلم تورن حقق نجاحات كبيرة في المهرجانات السينمائية الدولية، لكن أنا كمخرج ومنتج الفيلم يهمني جدا رأي الجمهور، ولهذا هذا العرض الجماهير الأول من مدينة هانوفر من ألمانيا بالنسبة لي هو التقييم. أتمنى بعد نهاية الفيلم يكون الفيلم بمستوى حضوركم، وأيضا هذا بالنسبة لنا أقل شيء تقدير من عندنا إلى حضوركم. Das ist eine sehr große Ehre, dass ich heute auf der Bühne stehe. Vielen Dank für Teilnahme und Unterstützung. Toren zu machen war echt eine sehr lange Reise. Der Film hätte es ohne die Bemühungen des Teams und eure Unterstützung sowie die Unterstützung meiner kleinen Familie und großer Familie, die meine ständige Arbeit und Reisen immer ertragen hat, nicht bis heute geschafft. Nochmal vielen Dank. Ich wünsche euch einen angenehmen Abend. Vielen lieben Dank. Ich danke euch. Thanks for your attention. Really, I so appreciate today evening that I'm here among you, between you. I hope that the film Toren will have a very good feedback from all of you. Thank you very much. نتمنى لكم فرجة وأوقات ممتعة في مشنين على أن أنجري من تايم. شكرا. شهدت سينما هانوفر في ألمانيا عرضا جماهيريا مميزا لفيلم تورن، وقد حظي الفيلم بحضور لافت من أبناء الجالية الأيزيدية في ألمانيا إلى جانب عدد كبير من المهتمين بالسينما والثقافة من مختلف الجنسيات. بكل تأكيد اليوم العرض الجماهيري الأول لفيلم تورن في الصالة أو خلينا نقول الأهم صالة في سينما أستور، هذا بالنسبة مو بس إلي وإنما بالنسبة لنا كلنا كمجتمع كحضور، هذا كان مؤثر. اليوم كان بالنسبة إلي يوم جدا مهم لأنه رأي الجمهور أنا عندي الأهم، أنا رأي الجمهور عندي أهم من الجوائز. الجوائز ورأي الجمهور وهذا الحضور المكثف بالقاعة،
هذا معنى أنه فعلا فيلم تورن حقق وقدر أنه ينشر رسالته. اليوم أيضا بعد انتهاء الفيلم شفت الآراء أو سمعت الآراء وشفت أيضا الشعور العام أنهم مؤثرين بقصة الفيلم، هذا بحد ذاته بالنسبة إلى نجاح فيلم حنين إلى لالش، حدثا ثقافيا هاما ليس فقط بالنسبة للجالية الأيزيدية في ألمانيا بل على مستوى العالم، فهو يساهم في تعريف الجمهور العالمي بثقافة ومعاناة هذا الشعب ونقل صورته الحقيقية. اليوم كانت لي فرصة الحضور بالعرض الأول الجماهيري في مدينة هانوفر في ألمانيا. شخصيا استمتعت برؤية هذه الرسائل العميقة والجميلة. من الجميل أنه الإنسان يتكلم عن أبناء بلده، عن أهله، ويوظف إمكانياته المتاحة في نقل رسائل إنسانية عالية قيمة. اليوم أنا شفت فيلم وعرفت يعني لماذا منحت هذه الجوائز لهذا الفيلم الرائع. فسعيد بوجودي وسعيد بوجود هذا العدد الجميل من الزملاء والإعلاميين ومن كل مكان بصراحة، جاءوا من داخل ألمانيا، من محافظات ألمانيا، من خارج ألمانيا. سعيد بهذه اللمة العراقية الحلوة وفخر لنا أنه اليوم نحتفي جميعا بالأستاذ والأخ نوزاد شيخاني وبهذا الفيلم، ونقول لأهلنا الأيزيديين احنا نحبكم ونتمنى لكم كل الخير، وانتوا جزء مهم وجميل في هذا الموزائيك العراقي الرائع. لاقى عرض الفيلم استحسانا كبيرا من الحضور الذين أشادوا بالرسالة الإنسانية القوية التي يقدمها الفيلم وقدرته على تجسيد معاناة الشعب الأيزيدي بشكل مؤثر. طبعا قصة كلش حزينة ومؤثرة، وأكيد راح يستفادوا منها الأجيال والأطفال اليزيدية عامة. راستي كاك نوزاد شيخاني كاركي قلقلكي مازن كريد سر أستي جيهاني وصا فيلم بيتا شكرن أستنغ وطنغافي ونخشيت ملتي مبدأ ديار كرن المستوىكي جيهاني بيتا بيشكش كرن بومجي سر بلندية كو إيروك الباجر كي وصاي مازن وكي هانوفر فيلم سينما كا معروف هانوفر بيتا بيشكش كرنو وخلقي ما همو تخشينت إزدياء وغير إزدياء جي حاضر بن جي سر كفنية بوما وقصتها فيلمي جي هندي بجي هنده باش بو قلق تنقافية إزدي ترادر باز بينا فرمان سري هاتينا إش تركيا الرفينة شوينا ولاتة اتحاد سوفيتي وصا ديار كرچاوا كور هرد زبرنا تربيتها بابو كالا وزبرنا لالشة ولالش معبدا ما يوجيه محمو إزدياء وإن شاء الله محمو دلويدر هر يتستري بي. فيلم قلقي خوشبو، فيلم دستيوان خوش دستيكاك نوزاد خوش راستي، فيلم كي تاريخية بو إزدياتي براستي وخلقي ما شبابي ما خاصة البي فيلمي برينن قلق لتشتكي زانن مثلا بلاش أولا خودرنك بريا خو ريا إزدياتي درنك براستي فيلم كي قلقي جيو خودابو كيفا ما قلق براهات ودست خوشي الكاك نوزاد كيني سر كبتي بدي إن شاء الله فيلمي تشتر بو ما تشيب كبتي. راستي هي ويامن أو جزء أكيدي بيتن بس جزء أكيدي بيت نعم ليرونين و تماشا بكين نخوشي بل كو خوشي أم بري خوب ديني كاچاواز بچوك تورني و تورني كي ديجي شبتن ازيديت ما تشتد باش بس خوب بينا نبس نخوشي و فرمان و أوبن سري مادا بل كو استد بلند شهادات باش بنو وكي كاك نوزات شخاني نها مخرجة كي عالمية منتجة كي عالمية. راستي لو رجع قلق خشبو في الوقت قالك ناجح بو وما مستا نوزات شيخاني قالك بير تعبية ساعتاي خوش وأول فيلم يكي إيزيدي ولو تقدمي لي فيلم جي جماعة إيزيديارة أم قالك سار بلندن بنوزات شيخاني ساعتاي خوش في الوقت قالك ناجحة وبيرا قالك تعبية بفيامة جي هيك وفيلمي دي شيك أولو
يبو جيلي اي نوجي بين سدينة خناش الرياح وشاش نكن سريا خب مينن سوالا خب مينن وتم لالش تبيرا واندبا وجبير نكن وإيه مزن تمش بتشو كارابيجن بي لالش هواي لالش خوش بير نكن ودين خا ومقدسات خوش بير نكن. فيلمي التورن فيلمك قالك مزنبو ترهن أنا باريس نوزات شيخاني بحث إزديات كان تشاوى ولاطي خويلان وهاتنا ولاطي الغريبية وتشاوى هاتنا حلان دن ديانة خويلان ديني خويلان رسالك قالك مزنبو باريس نوزات شيخاني تقديم كري قالك بعاطفة وقالك بنجاحت جبر هندي تنقو قالك جايزة ستاندن المسابقات العالمين نشخو ستاندينا تنقو رسالة قهان دا جيوي We work together with our perfect team with our Georgian team, a lot of famous actors in this film, Georgian actors, Zurat Sintskiladze, Imeda Arabuli, very beautiful Kristina Chichinadze, and we worked together and we trusted, we believed our project because it's very important for us, not for only for us, because the main message of our film is love, and without love we cannot do nothing, and we have no future, we have no nothing without love. And because of this, it's very important. It's important to be here for me. We came especially for this day, and me and Kaha, our line producer Kaha Berkaplanishvili, is here too. And it's a very important day for us. Torin. A film for change. براستي فيلم مدي قالك قالك خوشة وتابعنا بجارب بريا السينما يتعرضي وفخرك زيدا قالك جمارج ما ازي ديارة انو نسر ازي ديارة وتشتكي وساي مزن وشتر عادات وتقاليد ما ازي ديارة السر البار سينما كوا الماني يعني عارضية انو انسان هموزان منك عادات وتقاليد ازي ديارة شلون ازي نمرينا حتى انو ازي ديهانا و بس قالك قالك فخور انو أجدي شاينا وهش ماينا وفي الموضوع صار شيء بين راسي قالك قالك كيف خاشوم. سينما ازديا نبو التاريخ دا هذا فيلم من دفيا اس فيلم كي انتاج بكم اخراج بكم بلا مجي وكي ازدي بلا ما سينما خوهبت تنقو سينما قردايا بتطورة مجتمعي تورن العودة إلى الجذور تسوق تودن فوت لأن كان في أكثر من رسالة واضحة هو رسالة البعض الواضحة أو رسالة الجالة الزيدية أو المخرج والمفكر أن التمسك بتلك الأصالة
before my last fight. بس أمالش خلاص تبكم هكا ده فيلم بردام بكيش بركو فيلم قال لك يعني أو إحساس أو شعور جهان ده مكا أز بإزدياتي حسهم أز بحسهم وقت كتشكا إزدي الولادة غريبية شا هي سري مو أقلي مب إزدياتي مب جريدايا مكا أمل هاي أز يعني فيلم بردوان به أبجي نامك اشتامت إت فيلمينا يعني تورن تورن كيا تورن توي تورن أسب تورن تورن أمي تورن وقتی ایک بیشت های معقوله من های تورنه من تورن نه وکی ازدیا گلگی کفنا بس ما افنا وش بیکر بس افتورنا الولات روسیا وکی جورجی و ارمینی روسیا هینا ایروکا وقتی ما باب تورنی ما اینا او پچوک خود دا دنیای نه و پچوک خود را تورن تورن معناوی هات وغير اصل خو بغير اس تي اف مساج جالك وين ما انا اختاريت الاسم صراحه لان سالت النوزاد على معنى الاسم وتاريخ الاسم من هذا الاسم يزيدي قديم مثل ما قال سيد نوزاد وتقديرا لجهود سيد نوزاد لازم نحافظ على اسمانا على جذورنا على تاريخنا Es war eine tolle Reise für mich, was ich heute erleben durfte. Und dass wir Jesiden als sozusagen Kinder, die aus deren Heimaten geflüchtet sind, dass wir trotzdem in Deutschland oder in Europa oder wo sonst immer trotzdem an unseren Glauben glauben. Und dass es immer noch Menschen gibt, die daran arbeiten, dass es nicht in Vergesslichkeit tretet. حبيت انه يكون المستوى العرض الاول يكون ليق مستوى الحدث وتعرف انت حضره جنابك انت موجود في هانوفر استور جراند سينما يعني هذا رقم واحد في هانوفر وبعدين من دور السينما الرئيسيه او الكبرى من الكبرى في المانيا احنا بالنسبه لنا تورن هو منو تورن هو آني هو أنت تورن هو كل واحد اللي دا يتعرض إلى هاي الأزمات تورن هو كل واحد اللي دا ينجبر يترك بلده تورن هو كل واحد اللي دا يقول على قولة الألمان إيش مسلبن وتلبن لازم زين فتورن فعلا هو هاملت أكون أو لا أكون فتورن هو أيضا يريد يكون أو لا يكون إحنا نريد نعيش بسلام فهذا رسالة إلى كل المجتمعات الدولية لشعوبنا هذه هي رسالة الفيلم رسالة الفيلم طبعا رسائل هو متعددة بس هذا جزء من الرسالة فيلم توران كان يعني أقولها كلش حلو وجميل وكان أكون معنا كبيرة عن الزواج عن الزواج من غير الديانات تفاجأت بعدد كبير جدا من الجالية اليزيدية بحضورها هذا الفيلم ممندا ميولو تسوق ويلاس عن فيلم بريميرا ساري ستاليان ساسورولي دغي شوين عم دغيز ديت خانس ويلو ديت تا زاليان بيورمي مشاوتي مستويس روم ما قربوز دغيز مويتسونو شويني فيلمي أكثر شيء عجبني من الفيلم كان اللوحات اللوحات الفنية كان كلش جميلة وكان أكون معنى كبيرة وبالآخر الفيلم كان من اللوحات عن الديانة الإيزيدية شون يرسم عن العادات والإيزيدية عادات وقت تقاليد الإيزيديين كان تقريبا على أغلبية المقاعد كانت ممتلئة فكانت محجوزة وهناك لا تزال الناس في الخارج تنتظر في طوابير براستي أسقلك اللي بيعبي فيلمي بوم أستاذ نوزاد إيش ماشدة ناستكم ومدي إنه قالك شغلة وأسقلك قالك اللي بيعبي فيلمي بوم إيروما فيلم ديت السر أزيد يا ربو سر تقاليد أزيد يا ربو سر تاريخ أزيد خان ربو إنه أول فيلم السر أزيد خان رف قالك فخرج مها مو كاره وأسقلك كيف خوشو في فيلم إيرو ديت يعني نسر تشتكي دوارة أو سر دنياك أو دنيا بيأزيد خان يعني سر
سر ما همو ازید یار مچلو بوینا چه تقالید ماینا او ایرو امکارن بیجن انو سینما ازیدی دست پیکر او ام گلکت فخورن و گلک گلک ممنون با استاد نوزاد ام گلک کیف خوشون ایرو کا و دست پیکا ام بردوامین فیلم اندستری لازم بردوام بدن بس فیلم اندستری بی دعم بی پارا چونگو اف فیلمانو کا من انتاج کر سر چکیسی خو باشا اف انتاج بی فیلمی كسزا انت اف مصرفه واف تعبته واف جهوده تشاو تشيب وياه بس ابد تشتكي تخودا مدايك واس تشتكي بو ملتي خوز ديار بكم ايلو كازدر هنرم بلكي فرصته من هبت اس فيلمك تشيب كم يا كمين يعني فيلمي سينما ازدي اي كي ما اساسك دانا افل ما بردوامه وديسا شك اجد كالي خود بردوامم ونوكجي نيزيك لدس فيلمك دي نودكم